مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه، زي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. كون منورنا النهارده من داخل حلقه استاذ دكتور عطيه خفاجه استشاري جراحه الاورام كليه طب القصر العيني جامعه القاهره، وايضا استاذ دكتور وائل غانم استشاري جراحه تجميل واصلاح العيوب الخلقيه. مستنيين كل اسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحه الخاصه بينا صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. فاصل صغير نرجع مرة تانية، استنونا. الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم فقره جديده مميزه من طبيب الحياه. الاورام تعتبر من الامراض الخطيره جدا اللي بتسبب رعب كبير لكل مرضاها او لاي انسان بيسمع كلمه ورم، والحقيقه بيعاني معاناه شديده جدا بتصاحبه طول العمر، ممكن لا قدر الله تسبب فيه الوفاء. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن اورام الراس والرقبه، وهنعرف اسبابها ايه، وهنعرف اهميه التشخيص المبكر في العلاج، وكمان احدث الطرق العلاجيه. بما انه مرض خطير، الاورام دي تعتبر اسمها كفايه يصيب اي انسان بالذعر والرعب الشديد، لازم يكون معانا جراح كبير. معنا النهارده جراح من اهم الجراحين مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي، استاذ دكتور عطيه خفاجه استشاري جراحه الاورام كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وأيضا عضو كلية الجراحين بإنجلترا وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام. أهلا بيك دكتور عطية. والأورام بس يعني سمعنا أورام المخ واتناقشنا فيها واتكلمنا فيها بالتفصيل في فقرات كتيرة قوي، لكن أورام الراس والرقبة ده جديد، يعني بعيد شوية عن أورام المخ. في البداية دكتور يعني تقول لنا نبذة سريعة كده، إيه هي أورام الراس والرقبة بغض النظر عن اورام المخ؟ احنا مش بنتكلم خالص النهارده عن اورام المخ، لا مش الجهاز العصبي. في عنوان كده اسمه سرطان او اورام الراس والرقبه، ده بيشمل من اول فروه الراس لحد اخر الرقبه من تحت، بعيدا عن الخلايا العصبيه او المخ. فبيشمل فروه الراس، الجلد، الجيوب الانفيه، الحنجره، الغده الدرقيه، الفك، اللسة، اللسان، الشفايف، كل ده مكان للاورام. يعني هي باينه، هي ظاهره. طبعا يعني بتيجي في الجلد وفي الوش وفي الفك وحوالين الشفايف، وحوالين الشفايف واللسان واللسة. فهي ده مكمن الخطوره، بس يعني ان في وش الانسان. فعشان كده ده تلاقي ما حدش كتير بيتكلم عن اورام الراس والرقبه، وما حدش كتير حتى ايه من الجراحين او الدكاتره بيحبوا يشتغلوا الحكايه دي، لان في وش المريض. اي غلطه بتبان، مش حاجه مستخبيه ورا من جوه، مش جوه البطن، ما حدش شايف حاجه، او في الحوض او بتاع. وصعوبتها دكتور زي صعوبه مثلا اي ورم متداري مثلا او جوه الجسم؟ لا، هي أصعب. الاستئصال ممكن، مش المشكلة برضو في أورام الراس والرقبة، الاستئصال هو التصليح ما بعد الاستئصال، ما هو بعد دي الاستئصال وإزاي نصلح الديفكت اللي حصل أو المشكلة اللي حصلت. طب عرفنا شوية هي بتوجد فين أورام الراس والرقبة، بعيدا أو بغض النظر عن أورام المخ، دي ملهاش علاقة، وده اللي عرفته من دكتور قبل الفقرة. دكتور دي تعتبر أنواعها ولا دي اماكن تواجد الاورام في الراس والرقبه؟ لا، الانواع مختلفه، انما الاماكن اللي بتحدث فيها الاورام دي زي ما اتكلمنا من اول، القرحه السرطانيه في الجلد مشهوره في السن الكبير في المناطق المعرضه للشمس. معانا فيديو دكتور يوضح بقى. الفيديو ده بيبين اللي هو فحص الداخلي للفم، الغشاء المخاطي، باللسة، بالاسنان، بحوالين الشفايف، كل دي مناطق معرضه، يعني الغشاء المخاطي للفم كله معرض للاصابه بالسرطان. يعني ممكن يجي في الجزء الداخلي من الشفايف، في اللسة، في اللسان، في اول البلعوم، كل دي في الحنجره من الاحبال الصوتيه، كل ده مناطق معرضه للاصابه بالسرطان. ومشكلتها ان المريض بيشتكي بقرحه، يروح ياخد علاج لهذه القرحه اللي في اللثه او في حوالين السنان او في الفك،
وغالبا الاول طبيب بيشوف المشكله دي طبيب الاسنان. فلو طبيب الاسنان مش واعي للقصه دي ممكن المريض يضيع عليه وقت كتير في علاج حاجه مش هتتعالج. ملهاش علاقه بالاسنان خالص. ملهاش علاقه بالالتهابات الاسنان او الخراج حوالين الضرس او الكلام ده. وشفنا عيانين كتير بيستمروا في علاج اسنان وعلاج للثة وهو المشكله في خلايا سرطانيه في القرحه دي. يعني وجودها جنب الاسنان او في اللسان او في اللثة، فالمريض حاجه ورمه طالعه له، فاكيد ده ايه في الفم، فبيروح لدكتور الاسنان. دكتور الاسنان فممكن الدكتور ما يشخصش صح فيستمر بقى في علاج. تبقى دي المشكله. تبقى دي المشكله. انا والمريض بس لازم يبقى عنده فكره ان انا عندي قرحه او حاجه غريبه في بقي، واخد علاج وما يجيبش نتيجه. وما يجيبش نتيجه بعد اسبوعين، ما طولش بقى. لا، لازم ابتدي اخد عينه افحص اشوف الورم ده ايه، خاصه بقى كمان في المدخنين، لان سرطان الفم والغشاء المخاطي لحد الحنجرة وكل الغشاء المخاطي الفم ليه علاقة مباشرة بالتدخين. اللي بنشوف يا دكتور الصورة بتاعته على الصور اللي بتيجي حوالين الشفايف، يعني فيديو عن اللسان بقى. قرحة في اللسان، لما كلنا بيظهر لنا بعض القرح في اللسان وفي الشفايف من جوه يومين ثلاثة وبتخف، بتبقى مؤلمة جدا وبتخف. انما تظهر قرحة مش مؤلمة في اللسان او في الغشاء المخاطي بتاع الفم كله وما تخفش بالعلاج المناسب، يبقى فيها مشكله، لازم اخد عينات. ساعات بتظهر على شكل قرحه، مش لازم ورم، مش لازم انتفاخ يعني. في الاشهر ان هي تظهر قرحه. دي الشهيره ليها. يعني بتيجي الاورام الغشاء المخاطي او اللسان بتيجي على شكل قرحه على اللثه، على الغشاء المخاطي، على الشفايف من الداخل. كل دي كل دي بتبقى فيها خلايا سرطانيه هي اللي ما يخليش القرحه دي تخف. وساعات ما بيبقاش فيه الم زي ما حضرتك بتقول. ما في ساعات ما بيبقاش فيه الم، فالمريض يقول لك دي ما بتوجعنيش. لا، القرح اللي ما بتخفش في فتره زمنيه معقوله خلال اسابيع لازم يبقى فيها مشكله ان انا ادور على سببها. بناخد عينه منها وبنشوف بنطمن حتى يعني. واحيان كتير في قرح ما قبل السرطان، يعني حاجه بري كانسرس او بتقلب لكانسر، فدي كمان اقدر اكتشفها واعالجها قبل ما تقلب سرطان. خاصة في اللسان. يعني في بعض القرح اللي بتظهر في اللسان بنسميها بريكانسرس او ما قبل التحول للسرطان. فدي ودي ديفنتلي او 100% بتتحول لسرطان، فهي علاجها برضو الاستئصال قبل ما تتحول. طيب دكتور عطيه، حضرتك قلت كده جمله بس عدناها بسرعه، ان من اشهر الناس اللي ممكن يصابوا بالاورام الموجوده في الراس والرقبه او في الفك او الفم يعني اللي هم المدخنين. تمام. ياما يعني اكترهم يعني هيشوفونا دلوقتي ممكن تحصل لهم الحالات دي ومن غير الم ويفتكروها قرحه، او بيلجأوا لطبيب الاسنان وهي حاجه تانية خالص بعيده عن دكتور الاسنان اصلا يعني. تمام. طيب دكتور، ده اشهرها واشهر اسبابها التدخين. تمام. في اسباب تانية ممكن تعمل لي ورم في الراس او في الرقبه او في الفك، منطقه الفك او في الجلد نفسه يطلع لي ورم وباين ومنظره مضايقني بس خطورته اكتر من الشكل او المنظر. تمام. مثلا القرح السرطانيه في الجلد تظهر في الاماكن اللي اكثر عرضه للشمس. اللي بتتعرض للشمس كتير. اللي بتتعرض للشمس، يعني الاريا اللي بتتعرض للشمس اكتر في الوش. هي دي اكثر عرضه للقرحه، سواء سرطانيه موضعيه او سرطانيه من النوع اللي بينتشر. طب ده ساعات بيقولوا لنا الشمس مفيده من فتره معينه. في بعض الفترات الشمس فيها مفيده، انما في تعرض للشمس لفترات طويله. طبعا. وفي بعض الاشعات من الشمس مضره ولذلك تحدث ايه؟ لقيناها ان هي بتحدث في المناطق المعرضه للشمس، يعني ما بتحصلش مثلا في الظهر قليل. لانه على طول مستخبي او لابسين. نلاقيها في المناطق اللي حوالين العين والمعرضه للشمس اكتر. ماشي، يبقى التدخين واكثر المناطق العرضه للشمس. العرضه للشمس الـ كمان من الاشياء، في حاجات جينيتك او انواع وراثيه ليها علاقه بالجينز، ولذلك مثلا في يجي مريض عنده قرحه سرطانيه في اللسان ويتعالج ويخف ويبقى كويس، ده اهميه المتابعه بتاعته ايه؟ ان كل الغشاء المخاطي للفم بتاعه عرضه لنفس المرض. ليه؟ سواء عن طريق حاجه جينيه او عن طريق نفس التعرض للتدخين. ما هو الفم كله بيتعرض للتدخين، فده اهميه المتابعه برضو. ان المريض ده عنده الغشاء المخاطي كله معرض لنفس المرض.
حتى لو استأصلنا الجزء اللي كان فيه ضرر ممكن يرجع له تاني. ما هو عنده بقيه الغشاء المخاطي للفم موجود فيه. ونفس السبب الجيني او السبب الموضعي كتدخين. نلاقي برضو سرطان الفك واللثه مشهور جدا في منطقه زي اليمن. ليه؟ اشمعنى؟ ليه؟ عشان القاط. يعني اليمنيين دايما بياخدوا القاط اللي هو بيحطوه على الفم تحت اللسان، ده حاجه زي التبغي كده بتتحط، فتلاقي نسبه انتشار سرطان اللسان والفك في اليمن كبيره. يعني ده نوع من انواع التبغي. النوع من انواع التبغي. التبغي اسمه قاط. فتلاقي نسبة انتشار السرطان ده في منطقة اليمن كبيرة. دكتور، هو بيبقى ورم أو سرطان حميد ولا بيبقى خبيث، ولا لو حتى سبناه يعني مثلا فترة مثلا طويلة قوي ما حصلناش؟ زي ما اتفقنا إن في حاجات ما قبل السرطان، خلايا اللي هي 100% بتتحول لسرطان. دي ممكن تحصل، ودي اكتشافها برضو، والتخلص منها مهم جدا لأن بنسبة 100% هتتحول لسرطان. وفي ورم من اول ما يبتدي وهو سرطان. قرحه في اللسان سرطانيه بتبتدي لو سبتها تكبر، تمسك في الفم من تحت، تمسك في الفك. يعني. طبعا بتنتشر موضعيا. هي برضو الموضوع اللي بنطمن بيه الناس ان احنا بنعتبر السرطان في منطقه الراس والرقبه مش من الانواع اللي بتنتشر في الجسم، يعني انتشارها عن طريق الدم او عن طريق، هي انتشارها اكتر بيبقى عن طريق الغدد الليمفاويه، انما انتشارها عن طريق الدم سواء للكبد او للرئه او كده اقل كتير قوي من السرطانات الثانيه. فدايما السيطره عليها وهي محصوره في منطقه الراس والرقبه بيجيب نتائج كويسه. يعني ممكن نلحقها يعني. طبعا. في علاج وبسرعه طبعا، كل ما كان وكل ما العلاج كان بدري والاكتشاف بدري. يعني قرحه في اللسان حجمها سنتي في سنتي غير قرحه واخده نص اللسان. يعني ده علاج مختلف عندها خالص. وده بنحتاج علاج مكمل واشعاع وكلام زي كده، فكل ما العلاج كان بدري يجيب احسن نتائج في الشفاء. طيب دكتور، عرفنا ايه هي اورام الراس والرقبه، وعرفنا كمان اشهر اسبابها او ممكن احنا بنعمل ايه غلط ممكن يسبب الورم ده. طيب دكتور، امتى اعرف ان انا يعني امتى اشخص صح؟ لان كمان الاعراض بتاعته متشابهه مع اعراض مثلا الاسنان. يعني انا رحت لدكتور اسنان لان طلع لي حاجه كده، حاساها قرحه بقى، حاساها حاجه تورم في اللثه، هرشت كلت حاجه حادقه شويه. فالمريض ممكن يشخص غلط نفس يعني ويعطل نفسه ويطول مده العلاج ان هو راح لدكتور اسنان هو غلط، فدكتور الاسنان بيتابع معاه طبعا برضه ممكن ما اكتشفش الورم ده ملوش علاقه بالاسنان فاداله علاج فطالت المده. عشان كده عايزين نحط قاعده بس. ان انا عندي حاجه مش طبيعيه في بقي او في اللسان او في اللثه او في الشفايف، ورحت خدت علاج عند دكتور اسنان، عند دكتور جراحه، عند دكتور اورام حتى، وما خفتش، لا، في مشكله، في سبب. السبب لازم اخد عينات، لازم اتعرض على حد متخصص. لان السرطان في المناطق دي ليه شكل ظاهري، مش كله برضو عينات. يعني حضرتك انا اقدر اشوف قرحه في اللسان اقول لا دي قرحه حميده او قرحه خبيثه. ليه في شكل ظاهري للاورام والسرطان في المناطق دي. بس المريض العيان بقى اللي مش عارف، في اعراض بتحصل له غير الشكل، غير التورم او القرحه او الشكل اللي احنا شفناه في مجموعه الصور احنا شفناه. طبعا زي ما قلنا ما بتخفش. ممكن يحصل الم، ممكن يلاقي غدد في رقبته او كلاكيع ثانيه في رقبته مصاحبه للقرحه دي. يقعد فتره بياخد علاج ودهانات ومراهم وكريمات وما بتخفش. كل دي اعراض تقول ان في مشكله في القرحه دي، ان دي لازم اخد عينه. دي مش قرحه بقى طبيعيه. لا لا لا، لازم اخد عينه، لازم اروح لحد متخصص. اشهرها دكتور ايه؟ اشهر الاورام او السرطانات اللي بتيجي في الرقبه والراس فين مثلا؟ في الفم، حوالين الفم احنا مثلا؟ اتكلمنا قبل كده ان الغده الدرقيه اشهرهم وشرحناها بالتفصيل، والحنجره كمان في الرقبه. اشهر اورام تحصل اورام الغدد الليمفاويه. دي واورام الغدد الليمفاويه دي بيبقى عن طريق حاجتين، يا اما بادئه سرطان في الغدد الليمفاويه اللي بنسميها الليمفوما، او دي جايه من حته تانية. يعني قرحه سرطانيه في اللسان وعامله ثانويات في الغدد الليمفاويه في الرقبه. فدول النوعين اللي بيجوا في الغدد الليمفاويه اللي يهتمنا في الرقبه. سرطان اللسان مشهور في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفم ومنطقه الراس والرقبه. سرطان اللثه، سرطان الغشاء المخاطي للفم. اخطرهم طبعا سرطان اللسان، لان اللسان
يعني بالنسبه كثير الحركه بتحرك كتير، الدم اللي وصل له كتير، فنسبه سرعه انتشاره اعلى من المناطق الثانيه. وعشان برضو نقول ان اهم خطوه في العلاج بتاع المناطق اللي اتكلمنا عليها دي تصليح ما بعد الاستئصال، الريكونستراكشن، او ازاي اصلح اللي انا شلته ده. دي خطوه. الاستئصال سهل، ما بعد الاستئصال هو اي حد يقدر يشيل شويه. اي حد يقدر يشيل اي حد. دكتور، عشان كده اتكلم في الموضوع ده، يعني اورام الراس والرقبه مش كتير، يعني مش اي دكتور بيطلع يتكلم. ممكن اورام المخ، الحاجات اللي بتبقى صعبه طبعا، انا ما بقللش منها، بس اللي هو مش باينه، مش في الوش، مش هتسيب لي علامات او اثار. فالاستئصال زي ما حضرتك قلت لي واتناقشنا قبل الفقره، استئصال سهل، اي حد ممكن يستأصل اي ورم، بس ما بعد الاستئصال اللي هو نصلح بقى، نرجع مثلا الشفايف زي ما هي، نرجع شكل الوش زي ما هو، او الرقبه زي ما هي، ده اللي بيبقى صعب. حتى مع عمليه تجميل مثلا، يعني مع انتشار عمليه التجميل، يعني ما هو حضرتك ده بيبقى تيم شغال، يعني لازم، يعني المريض اللي بيشيل الفك ده جزء طبعا الفك. طبعا لما سرطان اللسان يمسك في الفك، فبنشيل جزء من اللسان مع الفك ساعتها، بس ده لازم الاصلاح بيحصل في ساعتها. يعني بناخد عظمه من الرجل مكان الفك ده، ونزرعها مكان الحته بتاعت العظمه اللي اتشالت، ومع عضله من الصدر نغطي بيها كل ده، يعني بتعيد بناء الفك كله. ايوه بالظبط، ريكونستراكشن، او هو ريكونستراكشن الميني، او ترجمتها اعاده بناء. اعاده بناء، انت بتصنع شفايف من اول وجديد، فدي بتبقى صعبه. طبعا، ومن اصعب الحتت اللي تعرفي تصلحيها مثلا الانجلز بتاعت الماوس، او الشفايف في الزوايا، لان دول اللي بيكنترول الاكل. يعني تخيلي مريض مش عارف يكنترول الاكل او اللعاب بتاعه، ممكن يتسرب يعني. طبعا، ما يعرفش كنترول، ما بيعرفش يحافظ على اكل بقه، هيبلعه ازاي؟ كمان يا دكتور لازم المريض يحس برده ان شكله ما اتغيرش، يعني ما يتركبلوش حاجه. ده حاجه مهمه جدا. الحاله النفسيه بتاعت المريض نفسه بتبقى صعبه، من اصعب الاورام اعتقد يا دكتور. طبعا. ليه؟ لان ده في وش المريض. صح، اي حاجه باينه فيه. طيب دكتور، نتكلم شويه عن طرق التشخيص المبكر، يعني اهميه التشخيص. كل مره نتكلم عن اهميه التشخيص المبكر ودوره في العلاج والوقايه. احنا هنشخص نفسنا غلط، بس انا رحت للدكتور، هو بقى يعني اهميه التشخيص بالنسبه له يمكن اكتر مني كمان، ان انا جيت له بدري، اتاخرت شويه، فالعلاج هيطول، هضطر احط خطه بديله للعلاج اللي انا كنت. أكيد. دوره ايه دكتور برضو التشخيص المبكر في العلاج؟ التشخيص المبكر برضو في اورام الراس والرقبه ده مهم جدا. هو بيكبر الورم نفسه، بيكبر. طبعا بينتشر حواليه، بينتشر، بس التورم نفسه حجمه بيكبر ولا لا؟ القرحه بتكبر، ما هو بيجي في شكل قرحه او ورم في الغده الدرقيه. او بيكبر مع الوقت، بيكبر وينتشر في اعضاء حواليه مش المفروض. يعني قرحه اللسان البسيطه اللي بنتكلم عليها، اللي بيتم استئصالها بحدود امان كويسه، والمريض يتكلم طبيعي وياكل طبيعي ويشرب طبيعي، غير اللي انا بضطر يكون القرحه كبرت ومسكت في الفك، واشيل جزء من اللسان بالفك، واخد عضله من الصدر، واخد عظمه من يعني دي بينقل المريض لمرحله تانية خالص. وصعوبتها بس مش في المرحله كمان، او انه ممكن يحتاج بعد كده علاج كيماوي او اشعاعي او غيره. لا، ده الجراحه نفسها والاجراء نفسه. انا بزيد من صعوبته جدا بطريقه تفرق مع المريض، وتفرق مع الدكتور، وتفرق في الاصلاح وفي الشكل النهائي. طيب دكتور، الفحوصات اللي المفروض المريض يعملها او حضرتك بتطلبها منه عشان تطمن على حجم الورم، يعني انتشاره بقى قد ايه، مثلا المريض ده جاله الورم امتى، او السرطان ده امتى، حميد، وصلنا مثلا ان هو بقى خبيث، في فحوصات معينه حضرتك بتطلبها من المريض بس يعني بخطوات، يعني احنا نعمل مثلا انت وصلت للمرحله دي، فانت بس هنحتاج بس فحص مثلا عينه معينه. يعني اول ما بشوف المريض واشك ان عنده ورم خبيث، في سواء في الجلد او في اللسة او في الغشاء المخاطي او في اللسان، اول خطوه باخد عينه ونتم تحليلها. طلع القرحه دي حميده، خير وبركه، يا اما هياخد علاج ويخف، يا اما يتم استئصالها برضه ويخف. انما لا قدر الله طلعت قرحه سرطانيه، لا، دي ليها فحوصات تانية. بنبتدي نعمل أشعة مقطعية نطمن على جسم المريض ده إنه هو سليم، فحوصات تحضير للعملية، الروتين العادي للتخدير، كل ده لازم بيتعمل قبل أي إجراء.
طيب دكتور، قبل ما ندخل على العلاج وطرق العلاج، انا بيقولوا لي عشان وقت الفقره بس، دكتور حضرتك بتتعامل ازاي مع المريض ده نفسيا لما بتعرفه ان انت عندك ورم باين ده في وشك، يا اما في رقبتك، يعني مش حاجه مداريه، لا ده في الراس وفي الرقبه، نفسيا يا دكتور بتتعامل معاه ازاي؟ طبعا، لا يعني هو المريض بيتشرح له الحاله بالظبط، ويتشرح فعلا ان من غير ما نكبر الامور او نخلي المريض يخاف او نبسطها له. لازم المريض يبقى عارف حدود فعلا واللي هيحصل له فعلا والنتائج اللي هيحصل عليها فعلا. بصراحه مش بنهوله ولا في نفس الوقت بصراحه فعلا، وقد ايه هيحصل على نتيجه. لان لازم المريض يختار، وطرق العلاج البديله ونتائجها. يعني بتشارك معاك المريض يا دكتور طبعًا في طرق طبعًا. ما هو في مثلا ممكن مريض ياخد اشعاع لبعض، يعني في بعض انواع سرطان الحنجره المبكر قوي بيخف بالاشعاع كويس، وفي بعض القرح في اللسان برضو بتخف بالاشعاع. انما لازم دي طرق العلاج، يعني في طريقه بالاشعاع وفي طريقه بالاستئصال والجراحه. باستئصال حسب ايه بقى؟ انتشار الورم نفسه ولا حسب ايه؟ حسب مرحله الورم وانتشاره. يعني في مريض اديله علاج كيماوي واشعاعي قبل العمليه عشان اقدر اسيطر على حجم الورم وانتشاره واقدر اعمل استئصال من غير اثار جانبيه عاليه. وفي مريض لا ما بيحتاجش، وفي مريض جاي في مرحله مبكره مجرد الاستئصال هيخف ويبقى كويس ويعيش حياته طبيعيه. ده بيختلف من المرحله والدرجه اللي وصلها المريض. طب بس كسن كان هو بيعاني من مرض تاني او حاجه ملهاش علاقه بالاستئصال او الاشعه او الحاجه؟ لا، في بعض المرضى مثلا لما يجي استاذ التخدير يقول لي لا مش ما ينفعش يتبني، يعني مريض كبير في السن وعنده حاجه في القلب فلازم اختار طرق بديله ما تضروش صحيا. طيب دكتور، العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ يعني لو قلنا بالاشعاع او بالاستئصال بس الجراحي بس، دي مدتها قد ايه ودي مدتها قد ايه؟ لا، هي بتختلف زي ما اتفقنا. مثلا لو مريض هيشيل قرحه في اللسان مع اصلاح للسان دي بتاخد نص ساعه 45 دقيقه. غير المريض اللي هيشيل جزء من الفك مع استعواض بياخد 7 ساعات 8 ساعات في العمليات، حسب مكان الورم، حسب مكان الورم وانتشاره طبعا. وهستأصل قد ايه وهصلح قد ايه. لكن انا ما عنديش غير الطريقتين دول بس في العلاج، يعني لا اما بالاشعاع والكيماوي او وفي طبعا الكيماوي انواع كتيره زي العلاج الموجه او سرطان الراس والرقبه، وبعض انواع سرطان اللسان واللثة والفك بيجيب نتائج كويسه قوي. مفيش يا دكتور قبل الاستئصال مثلا بندي عقاقير او ادويه ممكن تقلل لي من حجم الورم، ما نحتاجش مثلا ان احنا نستئصل او تضيع لي الورم ده، ولا لا لازم تدخل على طول جراحي، يعني لازم استئصال على طول؟ لا، في بعض الانواع المنتشره بندي علاج كيماوي واشعاعي قبل ما الاستئصال على اساس ان احنا نسيطر على انتشار المرض خارج الحدود. انتشاره بس ما بتمنعوش، ما بتخليش الورم ده يختفي. لا، يعني في بعض الحالات بتختفي الورم فيها، بس برضو ده عرضه للارتداد، فلازم الاستئصال بعد السيطره على حجم الورم حتى لو اختفى الورم، بس المنطقه دي ممكن مصابة. يرجع لها تاني. طبعا لو من غير استئصال، من غير استئصال للمنطقه دي هيرجع الورم تاني. طب دكتور، المتابعه بقى، يعني أهمية المتابعة ما بعد عملية الاستئصال، سواء الورم ده انتشر أو ما كانش منتشر، احنا استأصلنا الورم الحمد لله صحة المريض كويسة، أهمية المتابعة يعني بيجي لك مثلا بصفة دورية مثلا؟ طبعا، لازم المتابعة دي مهمة جدا، خطوة مهمة زي العلاج. المريض الأورام أو السرطان ده المتابعة بتاعته في نفس أهمية العلاج. يعني بيتحط له نظام للمتابعة شهري أول سنة، بعد كده كل 3 شهور لمدة 5 سنين لازم يمشي عليه منتظم، أشعات في مواعيدها، فحوصات في تواريخها، ده حاجة مهمة جدا. حضرتك بتكون قلقان إن الورم يطلع مثلا في مكان تاني أو يرجع للورم في نفس المنطقة ولا لأ؟ لازم أبقى قلقان ولازم المريض نفسه يبقى قلقان. يعني حضرتك ملازم للمريض حتى بعد دي أهم لا مش العملية نجحت بالحمد لله وخلاص، لا لازم في متابعة. عمليات الأورام المتابعة فيها مهمة جدا. ليه؟ لأن مهما كانت نسب الارتداد أو الإصابة تاني ضئيلة، إنما مهمة جدا. دكتور، المريض بقى بعد الورم ما راح منه وهو بيتابع مع حضرتك، بيمارس حياته بشكل طبيعي؟ يعني بيروح شغله، لو مدخن بيرجع يدخن تاني، ولا حضرتك بتقول له لا لازم تتوقف عن التدخين؟ لو سيدة بتعرض للشمس شغلها كده هتعمل إيه؟ يعني لازم توقف في الشمس مثلا؟ لا، لازم تحط سان بلوك، حاجة بروتكشن للشمس. المريض المدخن ممنوع. يعني لو في مريض بيدخن وعرف إن هو عنده ورم سرطان في الحنجره، في اللثه، في الفم، في اللسان، كل ده ممنوع. ممنوع.
لو رجع يدخن تاني يا دكتور يرجع له الورم في نفس المكان؟ عنده نفس العرضة لنفس الإصابة. حتى لو بعد مدة من الوقت؟ ما بالعكس، ده كل ما طالت فترات التدخين يعني يبتدي يدخن تاني، ما عنده نفس العرضة في الغشاء المخاطي كله بتاع بقه. دكتور هتاي انا بشكر حضرتك جدا وبنستفاد والله كل فقره، وانا بستفاد قبل الهوا كمان يعني، بفضل نتكلم وخلاص بقيت دكتوره يا دكتور، بس تخصص صعب قوي محتاجه كتير يا دكتور. ميرسي يا دكتوره عطيه نورتنا. كده تكون خلصت فقرتنا، استنونا ان شاء الله فقرات جديده كل يوم، احنا معاكم من السبت للاربعاء. كما نورنا النهارده في استوديو استاذ دكتور عطيه خفاجه استشاري جراحه الاورام كليه طب القصر العيني جامعه القاهره وعضو كليه الجراحين بانجلترا وايضا عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاورام. مستنيينكم تبعتوا لنا كل اسئلتكم وتساؤلاتكم على صفحه خاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. لو فاتتكم الفقره دي عشان مهمه جدا جدا لكل الناس المدخنين وغير المدخنين، تقدروا تتابعوها عن طريق الصفحه بتاعتنا صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. كنت معكم انجي علاء، الى اللقاء.